الحقيقة الإنسان عادة إذا ذكره رئيس أو ملك أو أمير أو رجل مهم أو رجل أعمال تجد لديه متعة ويفرح ويستبشر بالخير أن فلان يذكرني طيب هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يذكرني هل الله عز وجل يمكن أن يذكر عبدا من عباده طيب كيف دققوا هذه الآية أحبتي في الله قال سبحانه وتعالى: فاذكروني اذكركم، معادلة رياضية. فاذكروني اذكركم كلما قلت لا اله الا الله اعلم ان الله يتذكرك ويذكرك، والله لا ينسى لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى كلما قلت سبحان الله اعلم ان الله يذكرك في هذه اللحظة. ينبغي ان.. نتخيل أيها الأحبة ونحن نذكر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا ويرانا ويسمعنا ويذكرنا أيضا عند ملائكته سبحان الله يعني والله قضية عظيمة جدا أحبتي فلا ينبغي أن ننتبه لها فاذكروني أذكركم ثم ماذا قال بعد ذلك قال واشكروا لي ولا تكفرون يعني الله يطلب منك ايها الانسان الضعيف حقيقة انت لا تساوي شيئا في ملكوت الله قياسا بحجم الكون حتى الكرة الارضية لا تعتبر شيئا ايها الاحبه لا شيء على الرغم من ذلك هذا الاله الكريم الرحيم العظيم اذا ذكرته يذكرك ويدلك على الطريق الصح يدلك يقول لك واشكروا لي ولا تكفرون يامرك ان تشكره ولا تكفر به هنا ملمح احببت ان يعني نعرفه القليل من الناس من يشكر الله للاسف على الرغم من ان هذا الاله العظيم هو الذي يقول لك بنفسه واشكروا لي ولا تكفرون ويقول لك فاذكروني اذكركم على الرغم من ذلك انظروا حولكم عدد من يشكر الله حق الشكر، من يؤدي حق الله، من يحمد الله، من تجد شكر الله في سلوكه قليل جدا للاسف. لذلك نجد ان القران ايضا اشار الى هذه القضيه عندما قال: وقليل من عبادي الشكور، وايات كثيره تتحدث مثلا: ولكن اكثر الناس لا يشكرون، اذا الشكر قليل والكفر كثير الحقيقه هذه القضيه لفتت انتباهي فبحثت في القران ركزوا احبتي في الله هذا ملمح رقمي جميل بحثت في كتاب الله تبارك وتعالى عن كلمه شكر ومشتقاتها كل كلمات الشكر شكر يشكر يشكرون تشكرون نشكر الى اخره اشكروني كذا وجدت أنها تكررت 75 مرة، وكنت أتوقع بفطرتي أن كلمات الكفر تكررت أكثر من ذلك بكثير، تكررت أكثر من ذلك بكثير، فبحثت عن الكفر بمشتقاته في القرآن: كفر، يكفرون، أكفر، تكفر، إلى آخره، كل هذه الكلمات، وكانت مفاجأة أنها تكررت. سبعة أضعاف الشكر خمسمائة وخمسة وعشرين مرة إذا الكفر يتكرر خمسمائة وخمسة وعشرين مرة والشكر خمسة وسبعين مرة فقط أي سبعة أضعاف بالضبط كأن هذا الرقم سبعة يشير إلى جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لذلك الله عز وجل علمنا كيف نشكره ولا نكفره وطلب منا ان نذكره عز وجل ليذكرنا وجعل جهنم ذات الابواب السبعه عقوبه من يكفر وجعل الكفر يتكرر سبعه اضعاف الشكر في القران ليقول لك ان هذا النظام مقصود ليس عشوائيا ليس مصادفه ليقول لك ان ان كل كلمه في القران محسوبه وكل شيء عنده بمقدار لذلك أيها الأحبة أنا أود أن أتعلم معكم من هذه الآية أنك ينبغي عليك أن تذكر الله ليلا نهارا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كلما ضاقت بك الدنيا وأردت أن يذكرك الله اذكر الله سبحانه وتعالى كلما ضاق رزقك وأردت أن يرزقك الملك عز وجل فاذكر الله. وأعلى أنواع الذكر هو القرآن أيها الأحبة. لذلك سمي بالذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك أيها الأحبة والله عندما نتأمل هذه الآيات ونتدبر ما فيها من عجائب تريح النفس. مهما كنت مهموما يكفي أن تدرك وتستيقن أن الله عز وجل يذكرك في هذه اللحظة ولا ينساك. لذلك أحبتي في الله رجاء احفظوا هذه الآية جيدا ورددوها واذكروا الله في كل حال. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم.